السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى ونشكره أن وفقنا إلى هذا الجمع المبارك السعيد الذي سوف نخصصه للحديث عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ذكرى مولد خير البرية. كما تعلمون جميعا، دوما في الثاني عشر من ربيع الأول، الأمة الإسلامية قاطبة تحيي ذكرى هذا النبي الكريم منذ زمان، ودافعهم هو قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لذكرى لكل صبار شكور. ما هي أيام الله؟ أيام الله هي معدودات، أحداث، جسام، عظام تقع في تاريخ البشرية تسمى أيام الله. لعل أعظم أيام الله هو يوم نزول القرآن الكريم من السماء إلى الأرض، ولعل ثاني أهم حدث من أيام الله هو اليوم المعظم المكرم الذي ولد فيه الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك أيام الله كثيرة، منها يوم أنجى الله تعالى موسى عليه السلام وقومه من كيد فرعون، ذلك يوم من أيام الله. سيدنا النبي لما علم هذا اليوم صامه وأمر بصيامه. أيام الله كثيرة، كما أن الدول والمجتمعات عندها في تاريخها أحداث، إما أحداث وطنية، إما استقلال، وإما عرش، وإما أيام كثيرة مختلفة، أحداث مهمة تخلدها بأن تحتفي بها كل سنة لتقف أمامها من أجل أخذ العبر والعظات واستخلاص الدلالات المتجددة. كذلك في الدين كما هو في الوطن عندنا أيام عظام، منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأننا قد ابتعدنا عن زمن الوحي، مرت حوالي 15 قرنا من الزمن. وعادة الإسلام كلما تقدمت به الأيام يبدأ في الغربة، كما قال صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومعنى ذلك أن الدين كلما ابتعد الناس عن زمن الوحي يبدو غريبا في حياتهم. لذلك الفقهاء والعلماء والدعاة كانوا يحرصون على تجديد الإيمان في القلوب وفي الفكر، وذلك باقتناص المناسبات السعيدة، من هذه المناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المطلوب منا في هذه المناسبة؟ هل المطلوب أننا نحدث بدعا؟ حاشا وكلا. البدع والمحدثات هذه أمر محرم، ولكن بالعكس هي مناسبة لبث الفرحة والسرور في قلوب الناس بمولد هذا البشير النذير. فربنا عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، قالوا العلماء: ما هو فضل الله؟ الفضل هو القرآن الكريم. قل بفضل الله يعني القرآن الكريم هو فضل الله، ذلك الفضل من الله. قل بفضل الله ورحمته، من هو الرحمة؟ الرحمة هو بعثة سيدنا محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن بهذه المناسبة الطيبة نحتاج أن نفرح، نحتاج أن نسعد، خصوصا وأن بلادنا كما تعلمون جميعا مرت في الأسابيع الماضية بظروف شاقة وصعبة للغاية.
ذلك الزلزال القوي الذي ضرب مناطق عزيزة من مملكتنا الشريفة، منطقة الحوز بمراكش وما جاورها من الأقاليم والجماعات المجاورة، كان له الأثر البالغ والبليغ في قلوبنا وفي أنفسنا. تأثرنا كثيرا بما حدث، والناس شعروا بالخوف وبالجزع، والناس لازالت جراحهم تسيل، لازالت دموعهم تنهمر، بعضهم مصاب بكسور أو مصاب بأذى جراء الهدم، والبعض الآخر انتقل إلى عفو الله وإلى رحمته، والآخرون في وضعية اجتماعية لا يعلم قدرها إلا الله تعالى. فنحن محتاجين إلى جرعة فرح وجرعة سرور، وكأن الله سبحانه وتعالى المدبر لكل هذه الأمور بعد أن أصابنا بهذه الشدائد الآن يفتح لنا باب الرحمة وباب الفرحة بإحياء ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغاربة عبر التاريخ اعتادوا أكثر من غيرهم من الدول الإسلامية على العناية بهذه الذكرى، فهم يقيمون احتفالات كثيرة ومتعددة، بدءا بالاحتفال الرسمي الذي ينظمه السلطان. في التاريخ القديم، في تاريخ المغرب، سلاطين الدولة والدولة العلوية الشريفة وقبلهم المارينيون وغيرهم اعتادوا على إحياء هذه المناسبة بشكل رسمي يجتمع فيها العلماء والفقهاء والمحدثون والقراء والمادحون، فيجتمعون لذكر الله تعالى ولتلاوة القرآن وللحديث عن سيرة هذا النبي المختار. دائما هناك تجمع رسمي يترأسه السلطان شخصيا، ثم بعد ذلك في باقي المساجد في مختلف الأقاليم ومختلف الجهات تقام احتفالات في المساجد، ثم تطورت المسألة إلى الفضاءات العامة. هناك بعض الجمعيات وبعض المجموعات تنظم احتفالات كبيرة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك المساجد وهناك الزوايا وهناك الجمعيات، جمعيات خيرية، جمعيات تربوية، جمعيات اجتماعية، تعقد تجمعات كبيرة يدعى إليها الناس ويؤطرها المادحون الذين يمدحون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالقصائد المشهورة كالبردة والهمزية وغيرها من القصائد التي تتغنى بأمجاد هذا النبي الكريم. ثم تقام وجبات الإطعام والإكرام، وبعض أهل الإحسان يجمعون الأموال ويوزعونها على الفقراء والمساكين والأيتام، إما ألبسة وإما أغطية وإما مواد غذائية وإما غير ذلك. بل الملاحظ أن حتى المدارس والجامعات وباقي المؤسسات التعليمية كلها صارت تقيم احتفالات. هذا اليوم السعيد مثلا معظم المدارس في المغرب سواء التعليم العمومي أو التعليم الخصوصي أقاموا صبحية للتلاميذ والتلميذات وللطلبة والطالبات حول ذكرى المولد النبوي الشريف، يقرؤون القرآن ويأتون بفرق للإنشاد وللمديح النبوي ويقيمون كؤوس السي والحلويات، احتفال في المدارس وفي الثانويات ومختلف المؤسسات التعليمية. بل الإعلام الوطني سواء منه العام والخاص كله ينخرط في احتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الإذاعة المباركة إذاعة من راديو أيضا سوف تنخرط وبقوة كالمعتاد أنها تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله غدا يوم الذكرى، غدا إن شاء الله الخميس، وبعد غد الجمعة وغير ذلك تكون البرامج خاصة احتفالية مع ثلة من العلماء والفقهاء والفقيهات من الصباح إلى المساء.
إن شاء الله غدا صباحا سوف نلتقي أيها الأحباب الكرام على الساعة 10 صباحا إلى 12 زوالا. غيكون عندنا واحد الاحتفال هنا في الإذاعة في الاستوديو مباشرة مع المديح النبوي الشريف ومع الإنشاد النبوي، احتفال جميل قبله وبعده، وأيضا يوم الجمعة اليوم كله احتفال وسهرة يوم الجمعة إن شاء الله مساء غتكون للمديح النبوي. ننخرط كما تنخرط جميع المنابر الإعلامية في المغرب، كما هي المساجد، كما هي الزوايا، كما هي جمعيات المجتمع المدني، كما هي المدارس والثانويات ومختلف المؤسسات، الكل ينخرط للاحتفال بهذه الذكرى. الغاية أولا أننا نمجد صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم، نعترف له بجهده وبأنه بلغ الرسالة وبأنه أدى الأمانة وبأنه نصح الأمة وبأنه كشف الغمة وبأنه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأيضا لكي نتمثل وإياكم أخلاقه وسيرته العطرة ونسير على هديه المتين، ثم أن نصلح أنفسنا ونصلح أسرنا ومجتمعنا على هذه النبوة. هناك بعض المحظوظين من الصالحين والصالحات وفقهم الله تعالى، هم الآن في العمرة، أعداد الصالحين والصالحات الله تعالى وفقهم وجلبهم إليه وأوصلهم إلى مكة والمدينة المنورة يؤدون عمرة المولد النبوي الشريف. أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم أجمعين من هذه الزيارات المباركة المكرمة. وفي هذه المناسبة كان نوجه التهاني والأماني لكل الشعب المغربي قاطبة بذكرى المولد النبوي الشريف، وللأمة الإسلامية جمعاء، ولسلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، ولكل أبناء الأمة في كل مكان. وعلى وجه الخصوص كان نوجه واحد تحية كبيرة لضحايا هذا الزلزال لأنهم لازالوا مكلومين ومجروحين. نسأل الله تعالى أن تكون هذه الذكرى الطيبة العطرة عليهم في نفوسهم وقلوبهم بالرحمة والمودة وبالسلامة والعافية وبجلب الخيرات. أي نعم، جلب الخيرات هذا موضوع أساس. لما نكثر أيها الأحباب الكرام من الصلاة والسلام على مقام رسول الله، ربنا يساعدنا على جلب الخيرات. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي الكريم هي جالبة للخير، وهي أمان، وهي حصن حصين لكي يحفظ الله بلادنا من الزلازل، ويحفظها من الفيضانات، ويحفظها من كل الكوارث الطبيعية، ويحفظها من الأمراض والأوبئة، ويحفظها من الفقر ومن غلاء الأسعار، ويحفظها من الجفاف، ويحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على مقام رسول الله، وسوف نرى الأمن والتحصين ونرى جرب الخيرات. بهذه المناسبة كنوجه تحية لكل المغاربة سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن اللي مسحوا دموع الضحايا ديال زلزال الحوز، واحد المجموعة ديال أهل الخير اللي هما لحد الساعة يتوافدون على تلك المنطقة يقدمون المساعدات خصوصا في ذكرى مولد خيل البرية. ومعنا أيها الأحباب الكرام، معنا إن شاء الله تعالى ضيوف كرام، سوف نبقى مع فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل، ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم. دوما أرقامنا مفتوحة على كالعادة، أرقامنا 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. معنا اللحظة مكالمة من فرنسا، معنا الأستاذ الإمام السي حسن بن المجدوب. السلام عليكم سيدي الدكتور طيب. حياك الله، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي حسن.
الله يبارك فيك حبيبي، حياك الله وبارك الله فيك على هذه الدعوة وعلى الاتصال إن شاء الله تعالى. شكرا لك السي حسن، الحمد لله أنت نعم. إمام في الديار الفرنسية وتبارك الله عندك نشاط كبير من خلال ترأسك للتجمع، تجمع المساجد بمنطقة غرب جنوب فرنسا، والحمد لله كنعرفوك من خلال عدة مواقع نشيط جدا في العمل الدعوي والعمل الاجتماعي، تجمع ما بين العمل الدعوي إلى الله تعالى والعمل الاجتماعي والإحساني. والحمد لله سيدي حسن، بغيناكم أول حاجة نبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. بغيناكم ماذا تقولون أولا في هذه الذكرى، وكيف تهنئون المغاربة والأمة الإسلامية قاطبة على هذا الحدث السعيد؟ نعم حبيبي بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا أن أتحتم لنا هذه الفرصة الطيبة. أولا أقدم تهاني بهذا الشهر الكريم وبهذه الذكرى العظيمة، ألا وهي ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه الصلاة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأهني الشعب المغربي بصفة خاصة والأمة الإسلامية بصفة عامة بهذه الذكرى، وكذلك أهني صاحب الجلالة محمد السادس راجين من الله عز وجل أن يعينه في مهامه، وخاصة في هذه الظروف الآن التي تمس بلادنا بهذا الزلزال. وفي نفس الوقت أخي الكريم تعازي لكل العائلات التي فقدت أحد أفراد عائلتها في هذا الزلزال، ونرجو الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء عن هذا الشعب العظيم شعب المغرب، وأن يشفي مرضى هؤلاء العائلات الذين أصيبوا في هذا الزلزال الذي أصاب بلادنا الحبيبة. لا إله إلا الله. سيدي حسن، كما تعلمون جميعا النبي الكريم أوصانا بالأخلاق، وهو عليه الصلاة والسلام كان قرآن يمشي على قدميه، ومن بين أهم الأخلاق اللي احنا محتاجين أننا نجددها في نفوسنا خصوصا في هذه الذكرى هي أخلاق التضامن والتآزر والتعاون. هذه المحنة التي مر بها المغرب بسبب هذا الزلزال، رأينا بأن هذا الخلق متأصل عند المغاربة، ورأينا الناس كلهم يهبون لتقديم المساعدة. أنتم سيدي حسن في الديار الفرنسية، كيفاش كان دور ديال الجالية المغربية هناك بتلك الديار، وكيفاش كانت المساهمة ديالهم وتقديم المساعدة لإخوانهم الأشقاء في المغرب؟ نعم حبيبي الكريم، يعني يجب أن أقول كلمة، هو أن أجسامنا كلها كانت هنا في فرنسا، لكن قلوبنا وعقولنا كلها مع أهلنا المتضررين من زلزال المغرب. فبمجرد لما سمعنا هذا الخبر فاتصلنا بجميع الجمعيات الحمد لله، وقمنا بجمع تبرعات. والله يا أخي الكريم هذا الخير الذي رأيناه في هذه الفترة هذه لم أرى مثله، لا من المغاربة ولا من الجنسيات الأخرى، لا تونسيين ولا جزائريين ولا، وأكثر من ذلك حتى غير المسلمين. الله أكبر. والله حتى غير المسلمين، منهم الله. يهود ومنهم مسيحيين ومنهم لا انتساب له للدين، كلهم جاءون بأغراض للمغرب، كلهم قالوا نريد أن نساعد المغرب بكل شيء. فالحمد لله في ظرف يومين جمعنا ما يعادل 26 طن من الأغراض، بارك الله، ووجهناها للمغرب. والحد الآن لحد الساعة الآن ما زالت تصلنا المساعدات من المسلمين وغير المسلمين، كل خمس دقائق يتصل بي شخص من المسلمين وغير المسلمين. آخر شيء الآن فيها يعني هذه نقول لها بولونجي، واحد المغازان كتبيع الإلكتروميناجي نعم. فاتصلوا بي الآن، هم الآن يجمعوا قاع هذه الأشياء اللي مهمة مثل الشوفاز البلاك إلكتريك كلهم، واتصلوا بي قال لك غادي تجي وتاخذهم للمغرب، يعني مساندة للمغرب. لكن أنا الشيء الذي أثار اهتمامي ليس الحقيقة المغاربة خارج الوطن قاموا بأشياء جلل في كل فرنسا، ليس فقط في منطقتي في كل فرنسا،
لكن الذي أثار انتباهي هو التضامن المغرب الداخل. المغاربة الداخل أعطوا درس للعالم، والله أشهد الله على ما أقول، أعطوا درس للعالم في تضامنهم وتلاحمهم في هذه الأزمة، وهذا بشهادة فرنسيين كيجيو يتكلموا معنا، وقلنا ما عمرنا ظننا أن المغرب يتألف بهذه الطريقة هذه. سبحان الله. فأقول للمغاربة هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم. الحمد لله، هذه نعمة كبيرة. الناس ربما كيفاش واش كاين اللي وصل الأرض المغرب وخوا في فرنسا العملية ديال العبور وديال الوصول والسفر. نعم. لو حكيت لنا كيفاش دازت الأمور ديالكم. نعم، احنا كما قلت لك أخي الكريم، أنا يوم 16 في سبتمبر أخذت شاحنة فيها حوالي 26 طن من الأغراض المهمة، يعني فيها أغطية، فيها أدوية، فيها يعني كراسي للمتضررين، يعني من كل أنواع، كل الأنواع، فيها يعني خيام. فمرنا يعني في طنجة، والله الأمور كانت بسهولة. أعطينا كل الأشياء كانت مضبوطة، كان لابد أننا نسجل كل أمتعة اللي مدخلينها وندلي بها إلى الجمارك، وجمعية هناك كذلك في مراكش تستقبل، فكانت الجمعية التي تبعت والجمعية التي تستقبل، وبعثنا بهذه الأوراق في عند الجمارك، فكانت يعني الأمور تمر بسهولة. الحمد لله. وصلنا لمراكش وأنا شرفت على بنفسي على هذا الشاحنة اللي وصلت، فنزلت في مطار مراكش واستقبلت الشاحنة وضعناها في جمعية هناك في مراكش، وبعدها بدينا نخرجوا يعني بعربات صغيرة ونمشيوا للقرى يعني المتضررة. أنا رحت بصراحة يعني رحت القرية معينة فوق مدينة أمزميز، يعني بعيدة على أمزميز بواحد 15-20 كيلومتر، يعني القرية كلها مدمرة، يعني ما لم يبقى بها بيت واحد. لكن يا أخي الكريم والله العظيم أخذت درس كبير من هؤلاء الناس. لا إله إلا الله. لما رحت عندهم هناك يعني البيوت مدمرة وساكنين فقط في خيام بسيطة، ويعني درس واحد القناعة، واحد يعني الإيمان، واحد طمأنينة رغم أن بيوتهم مدمرة أمامهم. سبحان الله، سبحان الله، يعني شيء رهيب والله رهيب. وهذه المنطقة خاصة، وقعت لي بعد الأحداث مع يعني كنا خدينا لهم شوية ديال، طلبنا منهم شنو ما شنو الأشياء اللي تحبون نشريوها لكم الآن هنا، احتياجات اللي محتاجين لها أكثر ديالكم. نعم، الأشياء اللي تحتاجوها. قال لك محتاجين كذا وكذا. قال لك احنا فقط بغينا يلا ثلاجات. علاش؟ قال لك عندنا ناس مرضى عندهم دواء وبغينا نديروا لهم سميت ونديروا ذاك الدواء في الثلاجة باش ما يخسرش، وكتجينا الماكلة الحمد لله الأكل موجود، وبعد مرة تيخسر. فالحمد لله يعني رحنا وشرينا لهم ذاك الثلاجات، وشفنا واحد الكهربائي الحمد لله وبرونشا لهم كل شيء، وخديت لهم شوية ديال الحلويات، وكان بعض الأطفال. يعني هذا شيء عجيب لهذه الناس هذه، يعني أنا أخذ درس وعملت عليه جمعة، فلما أخذت هذه الحلويات وهذا الأطفال، كانوا هناك أطفال، وعطيتهم شوية ديال الحلوة، وكان منهم واحد طفل قال لي أخي غير موجود ممكن نأخذ لأخي، قلت له خذ. وكان يعني طبق كبير من الحلوة، كان باستطاعته يأخذ يعني شيء كثير، لا أخذ قطعتين أو ثلاث قطع وراح. لا قدها. نعم، فأنا رحت يعني في الفيلاج هذا، في هذا القرية المدمرة، رحت إلى أعلاها لأن كانت في جبل، فرحت لأعلاها كان أطفال آخرين، فعطيتهم كذلك الحلوة، وكان من ضمنهم هذا الطفل، فقلت له خود. قال لي يعني ببرود الدم، لا لقد أخذت في الأسفل، رك عطيتني لتحت. قدها. والله العظيم. لا إله. والله دموعي هبطت من عيني. سبحان الله العظيم. أنا نتكلم معك وأنا أبكي لأن هذا الطفل أعطاني درس في القناعة. لا إله إلا الله. لا والله لم أتصور هذا. لا فلما إله إلا تكلمت الله. حتى مع الآباء سولتهم يعني شنو الأشياء اللي ممكن نعاونوكم فيها، قالك ودي رعنا المواشي ديالنا مشات، عندهم بعض المواشي مشات، فقلت لهم الآن سجلوا لي كل شيء اللي مشى لكم، أي حاجة مشات لكم سجلوها لي، فأخذوا ورقة وسجلوا لي أسماء. كان باستطاعتهم يعني الإنسان يقول لك ماتوا لي 30 شات أو 4 ديال الأبقار، لا أبدا، كل واحد قال لك أنا مات لي شات وحدة، واحد قال لك مات لي جوج، واحد قال لك مات لي شرف الله قدركم حمار. يعني الناس سبحان الله، مطالب بسيطة،
مطالب بسيطة ولم يستغلوا الفرصة باش يقدر والله لم يستغلوا الفرصة. لا إله إلا الله. فأنا أقول والله أنا أخذت درس كبير من هذا الزلزال ومن هذه القرية خاصة. فالحمد لله يعني ما زال لحد الآن كما قلت لك اليوم عندنا اليوم حافلة أخرى دخلت اليوم كانت في الثالثة بعد الزوال عبرت المعبر ديال طنجة ودخلت إن شاء الله وعندنا حافلة أخرى كذلك ستذهب يعني بعد يومين إن شاء الله تعالى. بارك الله. محملة بالأمتعة محملة بالأدوية محملة بكل شيء يحتاجه الاسم. وكذلك يعني هذه القرية لما رحنا لها كان فيها مسجد وهذا المسجد قد هدم ده. يعني لم يهدم ولكن يعني الآن مستحيل أنهم يصلون فيه. فالحمد لله تكلمت في الجمعة هنا عندنا الجمعة الماضية فما شاء الله حوالي 15 شخص جاءوا عندي الآن قال لك شوف المسجد على حسابنا سيبنا على حسابنا. الله أكبر الله أكبر. فالحمد لله الآن نحن ننتظر فقط يعني الوثائق ويعني هذا الرخص البناء إلى آخره وبعدين سنذهب إلى هذه المنطقة بإذن الله عز وجل لبناء هذا المسجد والمدرسة في نفس الوقت مسجد ومدرسة. لا إله إلا الله. وأنا سأعود إن شاء الله تعالى يوم الاثنين هذا المقبل 2 أكتوبر سأذهب إلى مراكش لشراء المواشي لهؤلاء المتضررين بإذن الله عز وجل. بإذن الله ما شاء الله. الله وبارك الله وبارك سيدي حسن. الحمد لله نموذج ديال الإمام والأستاذ المربي الذي يجمع ما بين الدعوة والعمل الاجتماعي. نعم حبيبي. سيدي حسن إلا بغينا نسولك ونستفدوا منك أكثر يعني ما هي الدلالات والعبر من هذا الزلزال هذا الحدث المروع الذي هز قلوب الناس يعني ما قراءتك لهذه الأحداث ما هي الرسائل التي ربما يريد أن يقدمها مدبر الكون سبحانه وتعالى. هو مدبر الكون طبيعة الحال هنا يريد أن يشير إلى نقطة أن لا قوة فوق قوة الله عز وجل سبحانه هذه يعني الإنسان وكذلك وكأن الله عز وجل يرسل لنا بعض الإنذارات احنا كذلك نشوفوا أنفسنا لما عندنا الأبناء كنبغيو نربيوهم ساعة كنعطيوهم شي حاجة إما نعاقبوهم إما نعطيوهم شي ضربة هذا لا يعني أننا نحبهم ولكن فقط لي يعني نوعيهم فالله عز وجل هذه الزلازل لكي توقد ضمائر الناس ثم إيقاظ الغافلين تنبيه الغافلين كما قال الله عز وجل إيقاظ الهمم. نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ترجي لعلهم رجاء لعلهم رجاء لعلهم يرجعون. فالإنسان ما يخدش هذا أنه عقاب أو أنه لا أبدا هذا ابتلاء من الله عز وجل يعني لابد أن الإنسان ينظر له هكذا ويعود لله عز وجل لأن عظمة الله عز وجل لا فوق أحد عظمة. لابد أن نمتثل لأوامر الله عز وجل ونعود لله عز وجل ونتوب لله عز وجل حتى الله عز وجل فرج علينا. الإنسان يخرج مستفيد من هذا الابتلاء. أنا أقول ابتلاء من الله عز وجل يخرج مستفيد من هذا الابتلاء. عدد الضحايا سيدي حسن عدد الضحايا ربما تقريبا حول 3000 شخص. نعم. قتلوا هل يمكن أن نسمي هؤلاء قتلى أم نسميهم شهداء وهل يمكن أن نحكم لهم بأنهم عندهم حسن الخاتمة حسن نعم. الخاتمة نعم هذا يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يعتبر شهداء اللي كيموت تحت الدم أو الحرق أنت غني أنت أدرى بهذا الأمر أخي الكريم فنحن نعتبرهم عند الله من الشهداء. لا إله إلا الله. ونرجو الله عز وجل أن يجعلهم من الشهداء يا رب وأن يشفعوا لدويهم اللي بقوا أحياء يا رب لأن الشهيد يشفع لي 70 من أهله. نرجو الله عز وجل أن يجعلهم من الشهداء ويشفعوا لدويهم اللي بقوا مضرين وتألموا من فقدانهم لأن لما رحت لهذا المكان مش الأب مسكين تكلمت معه قال لي بنتي 13 سنة ماتت بين يدي. الله أكبر. فكيف يكون الحال هذا الإنسان هذا حاشا معاذ الله إن الله عز وجل رحيم حاشا معاذ الله أن هؤلاء ليسوا بشهداء ونحسبهم عند الله كذلك لأن الله هو الذي يقدر نحسبهم عند الله من الشهداء
ونرجو الله عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء وأن يكونوا شفعاء لذويهم وأهلهم وأحبابهم إن شاء الله. الله أمين. سيدي حسن، قبل الزلزال كان واحد الانطباع سائد بأن البشرية تسير إلى الوراء، وأن القيم الأخلاقية بدأت تنهار وتندثر، وأن الإنسانية بدأت كتراجع للوراء. هذا هو الفكر السائد قبل الزلزال، لكن بعد الزلزال رأينا ربما هاد إيقاد الهمم وهاد تنبيه الغافلين أنه أعطانا واحد دفعة إلى الأمام، وخرجت من البشرية أجمل ما فيها، خرج تضامن، خرج تآزر. هل هذا يعني أن البشرية ما زال فيها الخير وغادي يبقى فيها الخير إلى قيام الساعة؟ ألم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمتي في الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. هذا الأمة فيها الخير، هذا الأمة سيبقى فيها الخير ما دامت توحد الله عز وجل. ونحن الآن في هذا الشهر الكريم، المولد النبوي الذي هو المولد، هو شكر لله تعالى أن الله أظهر هذا النبي في مثل هذا الشهر. يعني إحنا لا نعبد رسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نقدره، لأن المولد فيه اجتماع على طاعة الله، اجتماع على حب الله. وهذا كما أشرت حبيبي الكريم، يعني سبحان الله، هذا الزلزال يوافق هذه الذكرى، ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم، كأن هذا الزلزال يريد أن يذكرنا بهذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، والناس تعود، لأن هذا الشهر هو اجتماع على حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتماع على ذكر الله، اجتماع على ذكر شيء من سيرة هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتله أخلاق عالية. هذا الحبيب المصطفى الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله عز وجل أنه رحمة للعالمين، وكما قال عن نفسه إنما أنا رحمة المهداة. كيف لا نحتفل بالرحمة المهداة؟ كيف لا؟ نعم نعم سيدي حسن، هذا الحدث ربما المغاربة بسبب هذا الزلزال مازال كاين واحد الآثار نفسية ديال الحزن، ديال الخوف، ديال الهلع، ديال الاضطراب. كيفاش ممكن نستثمر هذه المناسبة السعيدة ديال المولد النبوي الشريف لنشيع الفرحة من جديد، نشيع الطمأنينة في النفوس، نشيع الأمن والسلم والسلام في كل مكان؟ أفضل شيء هو أن نذكرهم بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشهر هو شهر المصطفى عليه الصلاة والسلام. نذكرهم بحياة الرسول، بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتضحية الذي قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام، رغم أنه كذلك ابتلي عليه الصلاة والسلام، ضرب، شتم، يعني كانت يعني بداية دعوته كلها فيها متاعب، فرغم ذلك وصلنا هذا الدين الآن، هو ده بين أيدينا. فلنستفد من هذه الذكرى وننظر في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع الأزمات ولنا يعني في سيرته الخير الكثير. أنا أشير فقط على هذا الذكرى المولد عليه الصلاة والسلام، وكما تعلمون حبيب الكريم أن عدد كبير من الناس يعني خاصة بقرب المولد يخرجون على القنوات بدعة 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 بدعة، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. وأنا أقول خاصة نحن هنا في بلاد الغرب، كم نحن بحاجة لهذه الذكرى، ذكرى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن أبناؤنا هنا في الغرب بدأوا يتعلقون أكثر بميلاد المسيح عليه السلام أكثر مما يتعلقون بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بميلاده. أنا لا أنكر هذا، يعني لا أنكر يعني احتفال بهذا احتفالهم، لكن الأبناء يتذكرون ميلاد عيسى عليه السلام وينسون ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة، وقد أعطينا التعليمات الكافية لكل المساجد إن شاء الله تعالى أنه يكون يعني موضوع الجمعة هو هو يعني هذا الحدث الجلل، وتكون يعني هناك دروس، وتكون هناك يعني حفلات بهذا الذكرى العظيمة. وحتى الآباء، قلنا للآباء أيوة الآباء، يعني شوفوا هذا الشهر هذا الكريم، لكما كتشريوا لوليداتكم اللعب في 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 ميلاد عيسى عليه السلام، شريوهم اللعب الآن باش يتذكروا هذا الشهر الكريم وهذا النبي الكريم، حتى يطلعوا هكا متربين على سيرة المصطفى عليه السلام. التوسعة على العيال وهدايا السرور
وصلة الأرحام والتجمع على موائد الطعام مع العائلة والأحباب، هذا كله يزرع في النفوس فرحة وسرور بهذه الذكرى. نعم حبيبي. نعم سيدي حسن، ربما هذا الموضوع يحيلنا إلى موضوع آخر. أنتم باعتباركم إمام في المسجد ورئيس التجمع للمساجد بمنطقة غرب جنوب فرنسا، هذا منصب ومهمة كبيرة تجعلك تتتبع الرأي العام والشأن العام. لو سألناك سيدي حسن عن واقع الإسلام في فرنسا وفي الجالية المغربية هناك. نعم وهو سؤال شوية صعب لكن سأجيب إن شاء الله تعالى. هو حقيقة يعني كما تسمعون يعني الآن يعني هذا السلطات الفرنسية الآن يعني بقوانينها، وهي قوانين فقط لكسب بعض الأصوات، هما يحاولون يعني أن يضيقوا على المسلمين من خلال آخر شيء هذه العباية وكس على ذلك. ولكن لما كنشوفوا أن الحمد لله وكأن شيء لا يوقع، المساجد مملوءة الحمد لله. يعني الفرنسيين يعتنقون الإسلام أكثر من سابقته. يعني الآن الله. أنا أقول لك والله على ما أقول شهيد، عندنا في المسجد الذي أصلي فيه تقريبا كل أسبوع عندي 2-3 يعتنقون الإسلام. سبحان الله. هذا يعني يدل على أن هذا الدين رغم هذه التصرفات من بعض الأشخاص يعني ومن بعض المسؤولين في فرنسا، ليس كلهم، لأن هناك من يدافع على المسلمين بكل صراحة، هناك فرنسيين نبلاء حكماء يدافعون على المسلمين، لكن هناك آخرين لا يهمهم فقط يعني التصويت، يعني حسابات حزبية. نعم. نعم فقط. أما الحمد لله الأوضاع يعني المساجد مملوءة، الخطب للجمعة تقام، الدراسة في المساجد، احنا فقط في المسجد الذي أشرف عليه عندنا أكثر من 600 تلميذ يأتون يعني حوالي السبت والأحد ويوم الأربعاء لتدريس اللغة العربية والقرآن. عندي أكثر من 90 شاب يعني نعمل لهم دروس بالفرنسية، يعني سكونا باليسونس إسلاميك، يعني مقرر على 3 سنوات في فرنسيين مسلمين. والأنشطة الحمد لله غادية، عندنا تجمع نسوي يقوم بأنشطة كذلك في المسجد. فيعني رغم أن كنسمعوا في وسائل الإعلام مضايقات، لكن يبقى ذلك فقط على الشاشة. الحمد لله. على الشاشة. على الشاشة. نعم. سي حسن، ربما رؤيتك للمستقبل، رؤيتك لتطور الأحداث، هذه الأحداث التي توقع، هو الزلزال من هنا جلب التضامن والتآزر، هل مولد النبوي الشريف خلق الفرحة والسرور، هل النظام العالمي، كيف تبدو لك الأمور، تتجه قراءتك للمستقبل؟ وإحنا ما نسمعه يعني من كثير من علمائنا يعني هذه يعني الآن العالم ما بقاش يعني كان بلد واحد كل واحد لوحده، الآن العالم مفتوح على مصراعيه، ما بقاش يعني كما نقولوا حواجز. فاللي كيحصل هنا في المغرب فرنسا ولا في سميتو كل أنت تطلع عليه، لكن أنا أنظر والله أعلم يعني إذا نظرنا إلى ما يحدث، ما حدث في ليبيا وما حدث في المغرب وما حدث كذلك في بعض المناطق أخرى، يعني هذه علامات الساعة. لا إله إلا الله. وإحنا يعني هذه علامات الساعة الصغرى عشناها كلها. نعم. فيعني الإنسان كثرة الزلازل والفيضانات من علامات الساعة. وهذا والهدم والكوارث الطبيعية. والهدم وأشياء كثيرة. وموت البغتة. موت البغتة، ويعني والله يعني عندنا شباب يعني 20-30 سنة ما عنده لا مشكلة ولا حتى كيقول لك ما توفى رحمة الله عليه. يعني هذه يعني علامات الساعة الصغرى. احنا عشناها كلها يعني الآن عشناها. أهوال. عشنا أهوال. أهوال. ربما أنتم سيدي حسن بالمجدوب في فرنسا لم تشعروا بالزلزال، لكن نحن في المغرب حتى في الدار البيضاء يعني شعرنا بالهزة الأرضية. يعني أن المنازل كتمشي وتجيبك واحد الإحساس رهيب، خصوصا عند النساء والأطفال اللي خرجوا للشوارع. هذا كله كيذكرنا بأهوال يوم القيامة. كما قال الله عز وجل هذا زلزال، يعني زلزال صغير، فما بالك يعني بزلزال الساعة. ها؟ نعم. لا إله إلا الله. شنو قال الله عز وجل في قربة الآية إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا كان زلزال الدنيا الناس داخل هربوا كل شيء هاجغي هربان، فكيف بزلزال الساعة؟ ما كيف تهرب؟ ما كيف الأرض كل هذه الساعة تهدم؟ كلها هذا فقط يعني في منطقة الحوز، وكما قلت لحبيبي في الدار البيضاء سمعنا عندي الأهل اللي في فاس وفي مكناس وذا حسوا بالزلزال، فما بالك بزلزال الساعة؟ فنرجو من الله عز وجل يعني من هذا المنبر نطلب من أخواننا الرجوع إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، لأن هذا الله عز وجل وكان ينذرنا عودوا إليه، عودوا إلي الله عز وجل فاتح أبوابه، فاتح أبوابه، إن الله عز وجل يقبل التوبة عن عبده ما لم يغرغر. ما حد الإنسان مازال عنده الفرصة. شوف الناس مساكن دخلوا نعسوا ما فاقوش، هبط عليهم الردم صافي، يعني تلقاهم ضاحكين لاعبين، ولكن مساكن حتى نزل عليهم سميتو ردموا كل شيء مشى، وربما كانوا يخططوا ويديروا يعني البرامج وغادي نديروا ونطلعوا غدا نمشيو بعد غدا نمشيو، لكن الله قدر شيء آخر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لهذا أنا أرجو من أخواننا إن شاء الله يخذوا عبرة مما حصلوا، حتى الله عز وجل سورة كنقراها كامل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. نعم. الأخبار ديالها داكشي اللي كنديروا الآن في الدنيا راه غادي تخرجوا الأرض وغادي تشهد علينا. نعم. فنطلبوا الله عنها تشهد معنا ما تشهدش ضدنا. يا رب يا كريم. لا إله إلا الله. إذا كانت الزلزال والفيضانات هي من علامات الساعة الصغرى كما جاء في بعض الأحاديث، يعني نعم. يعني أن المطلوب من من منا نحن البشر أننا نتعظ ونسرع بالتوبة. إلا سولت أسلي حسن، دابا الناس كيسمعوا فينا الآن، كم من واحد دابا الآن بغي يجدد نفسه، بغي يصير تائب إلى الله تعالى. نعم. ويصير صالح، يعني باش غنوصيوه شنو الأشياء الخطوات العملية لكي نصل إلى الله؟ ففروا إلى الله، ففروا إلى الإنسان يرجع لله عز وجل. أولا إنسان شوف التوبة عندها شروطها حبيبي الكريم. التوبة أن الإنسان خاصة من الذنوب الكبار أن الإنسان يقلع عن ذنبه. ثانيا أن يندم على ما فعل. ثالثا على أن يأخذ العزم أن لا يعود على ما فعل. وكيفما كانت الذنوب راه الله يقبل التوبة ديالك أخي الكريم. اسمع إلى قول الله عز وجل أواخر سورة الفرقان، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يمزنون. هذو ثلاث كبائر من أكبر الكبائر. نعم. ثلاثة: الشرك بالله والقتل والزنا. والله عز وجل يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وكيجينا الله عز وجل وفتح لك واحد الباب عريض، واحد الباب جميل، يقول لك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، اسمع اسمع هذه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا إله إلا الله. يبدل الله سيئاتهم حسنات. داير معصية وسجل لك الله عز وجل معصية وغضبتي الله عز وجل وتبتي، كيفرح الله؟ يفرح بتوبتك ويبدل لك هذه المعصية بدلها لك حسنة. أش بغيتي أكثر من هذا الشيء؟ كريم 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 كريم. فعد إلى الله، تب إلى الله، ابتعد عن المعاصي، ابتعد عن كل شيء يبعدك عن الله عز وجل. لأننا رحنا بين عشية وضحاها نكون جالسين نمشي. شو خوتنا خذوا العبرة من خوتنا مساكن كما قلت لكم راه جالسين مساكن في الديور ديالهم مقصرين كيتكلموا يهضروا كيديروا برامج المرعش غيوقع غدا هذا، لكن الله عز وجل قال لهم راه صافي هذه الليلة ديالكم التالية، حتى احنا راه غتجي لنا الليلة ديالنا التالية. فلنتوب إلى الله ونعود إلى الله. والله لا. نصيحة من أخوكم هذا العبد الضعيف، أنصح نفسي أولا وأنصحكم أن تعودوا إلى الله عز وجل ولا تؤجلوا التوبة. نعم. لا تؤجلها الآن هذه الأحداث، أجلوا التوبة إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل وكأنه يقول لكم: أيوة ها أنا، انتبهوا ها أنا، ويحذركم الله نفسه والله رئيف بالعباد. سيدي حسن كنتكلموا على التوبة ديال الأشخاص ديال المجتمعات، سمعنا التوبة ديال بعض الجهات أخرى، هل توبة بعض الأحزاب السياسية اللي كان عندها أجندات معينة، عندها واحد دعوات إصلاحية ربما مضادة للقيم الإنسانية، الناس كتوب وكتراجع، ربما حتى النظام الدولي كله غادي يتغير إلى الأحسن، ولات رؤية ديال التضامن، ديال الرؤية ديال
تراحم. ألا يبدو لك بأن النظام العالمي كله ربما سوف يتغير إلى الأحسن بسبب هذه الزلازل وهذه الفيضانات وهذه الكوارث؟ بطبيعة الحال أخي الكريم، لأن هذه كله يحدث للإنسان يعني داخل عقله، يعني كيف بيخمم أشهد شيء، لأن عدد كبير من الناس كان لا يؤمنون بالله عز وجل. أنا كما قلت لك يعني أن في 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 في, في المسجد كانوا لا يؤمنون بالله، يعني يقولوا هذا غضب الطبيعة، يقول لك هذا غضب الطبيعة. لكن كلهم اللي جاءوا واعتنقوا الإسلام كلهم تقول لك أنه وقع لي حدث معين، إما حادثة، إما مات لأبي، إما مات لأمي، إما فكيعود الله عز وجل، لأن هذا الشيء كله والله فقط لأن تعود الناس. ولكن الخير في الأمة إن شاء الله تعالى، الإنسان ما يبقش الأمل أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله، الإنسان ما يقنطش من رحمة الله، لأن مغير هذا الكون مسير هذا الكون هو الله عز وجل، قادر في لحظة وغير قلوب الناس ويصفي قلوب الناس وكل إنسان يرجع لسميته. فالإنسان ما يفقدش الأمل، وبإذن الله عز وجل لما شفنا كما قلت لك، لما شفنا هذا التضامن، احنا خاصة هنا في أوروبا لما شفنا التضامن من كل الجهات، حتى بعد المسؤولين يعني في الأحزاب، وبعد الجالية، جالية يهودية، جالية مسيحية، جالية حتى لبوديست، حتى البوديين جابوا كذلك، هم كذلك جابوا لنا مساعدات، سبحان الله. وحتى بعد المسؤولين البلديات، الآن بلدي رئيس المسجد بلدية بيربينيون أعطى اليوم في 15,000 أورو مساعدة للمغرب، الحمد لله. يلا وصلنا لسميت. فيعني هذا كله يدل على أن الحمد لله الأمة قاطبة، يعني كنقول الإنسانية قاطبة، فيها خير الحمد لله، بمسلمها وغير مسلمها راهم فيهم الخير إن شاء الله تعالى. سيدي حسن، أنتم الحمد لله كتقوموا بواحد الواجب ديال الدعوة الإسلامية في أوروبا باعتبارك إمام مسجد وخطيب منبر، وعندك واحد العدد كبير ديال الناس اللي كيتابعوك وعليه اللي كيترباو. بغينا كمولاي، أنت رجل فاضل يشهد لك بالصلاح ويشهد لك الحمد لله بالنفع وبالخير، بغينا منك في ختام هذا اللقاء واحد الدعوة ديال الخير خصوصا للضحايا ديال هذا الزلزال، وواحد دعوة للشعب المغربي وللسلطان ديال المغرب وللأمة الإسلامية قاطبة. نعم، ورغم أنه ربما دعاؤك سيكون أفضل من دعائي، استغفر الله، إن شاء الله. أنتم الحمد لله إمام وخطيب ومسافر، ودعوة المسافر لا ترد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله تعالى ندعو أمين معنا بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا يا رب، وهؤلاء الموتى في هذا الزلزال اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب، وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا غير ذلك فتجاوز عن سيئاتهم يا رب. اللهم اجعلهم عندك من الشهداء، اللهم اجعلهم عندك من الشهداء، واجعلهم شفعاء لأهليهم وذويهم يا الله. كريم يا كريم، وبلاد المغرب اللهم يا رب نسألك أن تحفظ هذا البلاد يا رب. اللهم احفظه بحفظك يا الله يا رب. اللهم فرج عن هذا البلاد، اللهم باعد بينه وبين كل من يضر هذا البلاد يا رب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب. وملك البلاد اللهم يا ربي أمير المؤمنين مولاي محمد السادس، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقه صحة طيبة يا رب. اللهم يا رب اجعله من اجعله لهذا البلد يا أرحم الراحمين، من اجعله يرعى هذا البلد كما أمر نبينا الكريم وكما أمر الله عز وجل يا رب. اللهم يا رب نسألك أن تحفظه وتحفظ ولي أمره سيدي مولاي الحسن، واحفظ كل عائلته بإذنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب. وكذلك دعوة لإخواننا في ليبيا، اللهم ارحم موتاهم يا رب. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم برحمة يا منك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا كريم. وكذلك دعائي لأخي الطيب، اللهم ارفع شأنه يا الله، الله يحفظكم، اللهم اعلي شأنه يا الله، اللهم اجعله من الصالحين واجعله من الصادقين واجعله من الأتقياء. اللهم يا رب اجعل هذا العمل في ميزان صحيفته وصحيفة أمه وأبيه، اللهم بارك فيه، اللهم ارزقه العمل،
والخير العملية أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله وختاما إن شاء الله تعالى أشكرك أخي الفاضل وأشكر الطاقم من هذا البرنامج وجزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور سيدي حسن بالمجدوب اللي هو إمام مسجد في أوروبا وخطيب جمعة ورئيس التجمع تجمع المساجد بمنطقة غرب جنوب فرنسا. على كل هذه التوضيحات والحمد لله أعطتنا واحد الانطباع جميل ديال النموذج ديال العالم المعاصر. العالم المعاصر يجمع بين الدعوة إلى الله ويجمع أيضا بين العمل الاجتماعي والحركي الدؤوب الذي يقدم الخدمة للآخرين، يمسح الدموع، يسعد القلوب، وكيتحرك من منطقة لمنطقة كلما انتقل إلا ويجر معه الخيرات والبركات ويوزعها على مستحقيها. شكرا لك سيدي حسن والحمد لله. يقال رب ضارة نافعة، لعل هذه الأحداث المؤلمة تحمل في طياتها نعما كثيرة وخيرات وبركات كثيرة. إن على المستوى النفسي نفوسنا الحمد لله صارت أكثر قربا من الله تعالى، أكثر خوفا وورعا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا لاحظنا بأن مجتمعنا الأسر ديالنا والتجمعات ديالنا صارت أكثر إيمانا وصلاحا وفلاحا، ورأينا حتى بعض الخرجات تاع بعض الأحزاب السياسية هنا وهناك أيضا صارت أكثر عقلانية، أكثر إصلاحية، أكثر خدمة إنسانية. وسمعنا أيضا حتى النظام الدولي عند رؤساء دول هنا وهناك الكل يتكلم بالقيم الإنسانية، يتكلم بالسلم والسلام والأمن والأمان، بدءا برئيس الأمم المتحدة مرورا على باقي المنظمات الدولية مع رؤساء الدول. كل هذا مؤشر على أن العالم يولد من جديد. لعل هذا الزلزال فيه محنة وهذه الفيضانات وهذه الكوارث فيها محن، لكن تحمل في طياتها نعم، وإن شاء الله تعالى الرؤية تبدو في المستقبل كقراءة مستقبلية أن الساعة ما زال بعيدة. علاش؟ لأن من علامات الساعة هو قلة الصلاة وقلة رفع الأذان. دابا الآن ولا العكس، هذا الزلزال زاد في إيمان الناس وصرنا نسمع الأذان أكثر ونسمع القرآن أكثر ونسمع ذكر الله أكثر، وهذا يدل على أن الساعة ما زال بعيدة، لأن الساعة القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. لكن يبدو بأن الناس ازدادوا صلاحا وازدادوا فلاحا، وإن شاء الله أمنيتنا أن العالم كله يتغير إلى الأحسن، تصير فيه القيم الإنسانية، يكون فيه التضامن، يكون فيه التكافل، يكون فيه التعايش، تكون فيه الدعوة المفتوحة بين الأديان لتوحيد الله تعالى وللتعاود على القيم المشتركة وللكف عن الحروب وعلى النزاعات وعلى سفك الدماء، لنتعاون نضع اليد في اليد لبناء الحياة وتعمير الأرض وتنمية المجتمع وإسعاد البشرية، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم أمين يا رب يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحباب الكرام ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول من فرنسا إلى أرض المغرب. إلى أين؟ إلى إقليم الراشدية. معنا سي حميدو. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرجل الفاضل، الله يجزيك الخير والله يطول من عمرك وعواشر مبروكة للأمة الإسلامية والأمة المغربية كاملة. والله توحشناك سيدي حميد، الرجل الفاضل والرجل الذاكر والرجل الواعظ والرجل اللي عنده واحد قوة الإيمان واليقين. ملي كنسمعوا المداخلة ديالك نزداد إيمانا ويقينا. استغفر الله سيدي الكريم، هذا جود وفضل من عندك، الله يجازيك بالخير. مرحبا مولاي. دكتور الله يجازيك بالخير، وتنشكر الدكتور اللي هضر دابا من فرنسا اللي في الحقيقة كيف قلت حرك فينا قلت المشاعر المغربية وكذا، واللي بغيت نقول الله يجازيك بالخير في هذه المناسبة الكريمة وما ننسوش يعني أهلنا في الحوض
وفي مراكش كامل وفي المغرب كامل أن هذه المسألة هذه يجب أن تدرس في الجامعات وتدرس الحقيقة، لأن كنا إحنا في السبعينات كما تعلم الدكتور تنقراو واحد المادة سميتها الأخلاق. نعم. دابا خصنا نقراو الأخلاق من هاد الناس ديال الحوز. إن في الحقيقة والله إلا في الحقيقة شفنا شي مسائل، يعني أش غادي نقول لك، هذوك الناس أولياء الله. نعم. وإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني تعلمنا كيف يقول دابا سيدي الكريم رب ضرر نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله. هذا الزلزال هذا أستاذ علمنا بزاف. نعم. علمنا أن بعد هذوك الناس لا ينطقون إلا صواب، لا ينطقون إلا الحمد والشكر، لا ينطقون إلا بالقرآن، لا ينطقون الفطرة السليمة. الفطرة السليمة، الفطرة السليمة سيدي الكريم أعطت أحنا في الحقيقة هذا، يعني العالم كامل يشهد أن المغاربة عندهم أولياء الله. أي أرض الأولياء والمشرق أرض الأنبياء. تمام سيدي الكريم. نعم. فهذا شوف دوك الناس يعني تعلمنا منهم كل شيء، الصبر والمثابرة، وتعلمنا منهم القناعة، تعلمنا منهم الكلام الحلو، الرضا، الله يجزيك بالخير، الرضا بالقضاء إلا قضاء يعني خير وشره. تعلمنا منهم بزاف سيدي الكريم، وتعلمنا منكم الله يجزيكم بالخير. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الأمة المغربية أمة يعني جسد واحد. شوف سيدنا الله ينصر اللي أعطى الدم دياله ومشى وباع وسيبوا الرئيس دوك المرضى، هذا يكفي لأمثلته. المغرب من طنجة القويرة تحرك، اللي عنده اللي ما عندهش دوك الناس يعني هني اللي من النوم ويثيرين على أنفسهم ولو كان بمخطفة. هؤلاء الناس اللي أعطوا اللي أعطوا الله. قطع الخط مع السي حميدو، الرجل الفاضل، الكلام ديالك طيب جدا السي حميدو. انت رجل كتعيش في واحد المنطقة اللي فيها التأمل والتدبر لملكوت الله تعالى، وفعلا الكلام اللي قلتي أن هذا الزلزال هو عبارة عن أستاذ الله تعالى يبعث لعباده في كل فترة زمنية. أيام زمان كان يبعث الرسل والأنبياء، ولكن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلها خاتمة الرسالات، وبقيت الرسالات الإلهية أشكال وألوان. فهذه الكوارث الطبيعية هي بمثابة أستاذ يعلم الناس التضامن، يعلم الناس المحبة، يعلم الناس القناعة، يعلم الناس الرضا بالقضاء والقدر، يعلم الناس التعايش والتعاون والتآزر. كما كان كورونا، من منا لا يذكر أزمة كورونا صارت في التاريخ. كورونا الآن سوف تدرس في التاريخ، لكنها هذه الفترة الحرجة والمؤثرة جدا كانت عبارة عن أستاذ درسنا فيروس كورونا، كيف نتضامن، كيف نتعاون، كيف نأخذ حذرنا، علمنا الكثير. فكل مرحلة ربك إذا بعث لك أي شيء فهو عبارة عن أستاذ ومربي. كنشكرك السيدي حميدو على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه الارتسامات الجميلة، وفعلا خصنا نأخذ من هذه الوليدات عبرة، علمونا القناعة والرضا. احنا الكبار ربما مازال في قلوبنا حب الدنيا، كل اللي فينا عنده الجشع، حب الطمع، كل اللي فينا كيقول هل من مزيد هل من مزيد. لكن هاد الاطفال الصغار الابرياء والناس الضعفاء في الحوز فيهم القناعة بالقليل، وفيهم الرضا بالقضاء والقدر، وفيهم التواضع الجمد، وهذه اخلاق الانبياء والمرسلين، بل هي اخلاق الاولياء. شكرا لك سيدي حميدو. شدية الى اسفي معنا سي فؤاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمي الحاج قريبان حيك الله وبارك فيك وبارك في عملك الصالح. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا 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 بالرجل الفاضل السي فؤاد، حيك الله. أهل القرآن وأهل الذكر وأهل الصلاح وأهل السجود والركوع، يا مرحبا. ولله الحمد. شكرا شكرا، تحية متبادلة، نحييك من أعماق القلب الخالص. الله تبارك وتعالى لك يشهد على ذلك. بارك الله فيك. لا أنا ولا الأسرة ديالي الصغيرة والكبيرة، ولله الحمد، من نهار اللي تعرفنا عليكم في هذه القناة يعني ميد راديو
يعني الحمد لله الحمد لله الله يوفقكم واستفدنا منكم الكثير وباقي كنستافدوا الحمد لله. جزاكم الله الف خير. اللهم تعالى يحفظك والاخ كذلك المستقبل المكالمات. اللهم تعالى يبارك لي في الصحيحه وفي العمل الصالح ديالكم جميعا. اللهم امين. بارك الله فيكم وعزاكم واحد في اخواننا يعني المكلومين يعني الناس الضعفاء الفقراء البسطاء ما كتشوف على وجههم الا البسمه والا التفاؤل وباقين رغم ذلك باقين متفائلين وباقين عندهم امل في الله تبارك وتعالى وفي يعني الناس المحيطين بهم لا السلطات ولا القائد الاعلى جلاله الملك حفظه الله ورعاه وكل الناس ضامنوا وشدوا بيد وحده وبيد جلاله الملك والحمد لله العالم كامل كيشهد على ذلك وراء الاخ وضح الامور يعني الاخ اللي في فرنسا تبارك الله يعني كل شيء ساهم كل شيء ولو بقطره الدم يعني الناس ساهموا الحمد لله. البلاد غاليه غاليه وعزيزه هذه البلاد لله والحمد ولله الشكر رجالات يعني عطاوا لهذه البلد الكثير وباقين كيعطوا والحمد لله احنا من سلاله امه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم باقي الخير في الأمة باقي الخير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة هذه الذكرى الغالية العزيزة ديال ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نتقدم بأعز وبأحر التهاني لكم والسي مولاي أحمد الشرعي وجلالة الملك ولكل المسلمين داخل المغرب وخارج المغرب كنهنئهم وكنهنئ كل عنده غير على هذه البلاد الحبيبة وتحية للإخوان المكفوفين كنقول لهم مبروك عواشيركم وتحية لكم كبيرة وتحية لكل الأصدقاء والصديقات جروب شجرة الأمال كنتبادلوا التحية وكنتبادلوا الأفراح الحمد لله رغم الصعوبات السي الحاج ورغم الإكراهات اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وكنخبرك واحد الخبر السي الحاج راه توصلنا بواحد الأوديو ديال الزوجه ديال الاخت نعيمه من تارودانت جبدوا هذاك التليفون ديالها اللي فيه الواتساب يعني داروا ترميم لهذيك الدار ديالهم اللي يعني تهدمت لهم وجبدوا التليفون ديالها وراه تواصلت معنا صيفطت لنا واحد الاوديو اكدت لنا بالله راه توفات السيده مسكينه يعني راه على جوج بيوتها يعني كتكون في الطبق العلوي والاخ ديالها والزوجه ديالو كيسكنوا يعني في السفلي يعني ملي وقع الحديده وقع الزلزال داكشي عيطوا عليها وهي ديك الوقيته ديال 11 وقسمين كانت يعني نائمه مسكينه ما جاوبتهمش خرجوا كيجروا يعني وقع اللي وقع اللهم تعالى كتبها مع الشهداء والاخوان يعني مأطرين من جهه مسكينه يعني تاع يعني تعزينا الاسره ديالها راه كيسمعوا الان السي الحاج وسي الحاج كنشكرك بزاف وابن اسلام كيبادلك لك التحيه الله يصلح والزوجه ديالي والام ديالي والاب ديالي راه كيسمعوا فيك الحمد لله خليت لي من الميديا يعني شويه بعيد شويه راه كيسمعوا فيك الله يحفظك سي فؤاد انا نعم. بغيتك اخويا خذ راحتك في الكلام غير بغيتك في ختام الكلام ديالك بغيت منك واحد القراءه قرانيه ترحبا على هؤلاء الشهداء واحد دعوه صادقه لرجل فاضل رجل ذاكر رجل ساجد رجل عابد وان شاء الله تكون الدعوه ديالك مقبوله عند الرحمن سبحانه ما شاء الله شكرا على هاد يعني الفرصه الكريمه وفرصه طيبه تبارك الله يوفقكم يا ربي ونتمنى الاخوان يعني اللي كيشاهدونا واللي كيسمعونا في هاد الاذاعه المحبوبه ديالكم يدخلوا عندنا لشجره الامال للمكفوفين ويتقابلونا معنا ويشجعونا ولو بكلمه طيبه الحمد لله والله شهيد على ما اقول لا الحمد لله ساعدونا الاخوان ووقفوا معنا وكيكتبوا لنا الكومنتيرات يعني كومنتيرات كيعززوك الا تفاؤل الا خدمه والا عمل كتعمل لك وتفكر غدا اش غدير والحمد لله اللهم تعالى يسخر لهم في الابناء ديالهم الاخت اللي في فرنسا يعني بشرى اللهم تعالى يصلح لها الدريكه ديالها والله يشافيها ويشافي الابنه ديالها ولا في الطاليان والسي عبد الله اللهم تعالى يوفقوا الخير ويعطيه الدريكه الصالحه وغادي سي جواد كذلك الله يحفظه وينوره واحد الاخ سي محمد مراد تا هو راه واقف معنا وكيشجعنا الحمد لله واخا هو راه مبصر الحمد لله وكيبقاو فيه مكفوفين وكيشجعهم كيعاونهم اللهم تعالى يصلح لي يا ربي الاسره ديالو خلي لي ميمته الله لطيفه يا رب وما غاديش نطول عليك السي الحاج الا ملكه من مراكش
راك تسالك الدعاء في الابن ديالها السي عبد الرحمن الله يرد به والله يهديه الله امين يا رب فيها ويشافي لها الزوج ديالها ويرحم الوالدين ديالها يا رب. وكنقول لها راك عزيزه وغاليه لا ملكه الله يوفقك راك توقف معنا هذه السيده مسكينه الله يوقف معها الله يجازيها بالف خير وما غاديش نطول عليك السي الحاج غادي ندير شي بركه ان شاء الله ما تيسر يا ربي يا كريم ترحبا على هذا الضحايا ودعوه ديال الخير بالبركه وبالخير يعب على الجميع أكيد يا ربي يا كريم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها لننام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم يا ربي يا كريم نسأل الله العلي القدير رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا استغفر به غفر أو استرحم به رحم أن يجعل هذه الإخوان يا ربي من الشهداء اللهم اجعلهم يا ربي من الشهداء ومن المكرومين ومن المحبوبين ومن الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ربي يا كريم يا ربي يا رحمن يا رحيم اللهم إنك قلت يا ربي وقولك الحق أدعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا ربي يا كريم في هذه الليلة السعيدة اللهم ندعوك بقلوب خاشعة أن تتغمدهم في رحمتك يا رحمن الدنيا ورحم الآخرة اللهم بحق محمد فاغفر لنا ولهم اللهم بحق محمد فاغفر لنا ولهم اللهم بحق محمد فاغفر لهم وارحمهم يا ربي رحمة شاملة يا رب. اللهم اجعلهم يا ربي تحت التراب منعمين وفي الجنة منعمين يا ربي يا كريم اللهم ارحمهم رحمة شاملة اللهم ارحمهم رحمة واسعة يا ربي وارزق داويهم الصبر والسلوان اللهم ارزق داويهم الصبر والسلوان اللهم شافي مرداهم اللهم جبر كسرهم وجبر عدمهم يا ربي يا كريم وأنزل عليهم يا رب السكينة والإطمئنان يا رب وأجرهم في مصيبتهم يا رب وارزقهم الصبر يا ربي يا كريم يا رحمن أنت الرحيم قلت يا ربي وقولك الحق وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك مهتدون اللهم يا ربي من كل من ساعدهم يا ربي اجعل له يا ربي من هذا الدعاء نصيبا ومن الخيرة كلها ومن الصحة كلها ومن العافية يا ربي يا كريم من السلطات كافة أجمع اللهم تعالى وفقهم للخير يا رب العالمين اللهم هدين الأوطان وانصر السلطان ووفقنا للخير يا ربي يا كريم والسي الحاج اللهم تعالى وفقك ويصلح لك التركة ويشافيك ويحفظ لك الأبناء ويحفظ يا ربي الأسرة المهنية أسرة كاب ميد راديو
الله تعالى يوفقكم الخير سي الحاج، ودعي لي مع الوليده سي الحاج الله يوفقك يا ربي ونصلحوا ونبدوا نبات حسنه. الله امين. دابا ملي كنشوف يا ودي سي الحاج كنحطو حدايا وكنشوف بالبصيره ديالي بالقليب كنحطو حدايا كنشعر بيه مسكين وهو يلاه عنده دابا واحد شهرين وعشرين يوم وكيتلفت ليا وكيفرح وكنحس به الحمد لله. هذه سنه الحياه. لا اله الا الله. نبتوا نبات حسنه. اللهم امين. وكنخليه مع الصباح سي الحاج كنبغي نخرج نمشي يعني نقلب على طريف تاع الخبز. اييه. كيبقى يمشي مسكين وتلفت ليا من هكا وتلفت من هكا وتحطو ولف ليا الشدان بحكا كتشدو بحكا مع المعزه وداك الشيء الحاج انت راه عارف يعني يجري والحمد لله. ابوه شجره كبيره. صلحو. يا ربي امين. وراني مرتبك راه من شحال هذه من قبل يعني العيد الاضحى وسمح لي بزاف والاخوه اللي كيسمعوني سمحوا لي بزاف على الارتباك وكنجرب شويه في الهضره. اللهم تعالى اللي بغى يساعدنا سي الحاج راه الفيديو ديالي يعني فؤاد مرشيد من اسفي يكتبوا بحكا فؤاد مرشيد بالعربيه وغيطلع لي في الفيديو ديالي اللي كيسكنوا هنا حدايا في اسفي جو عندي مرحبا بهم يزوروني. واللي كيشاهدني من بعيد او من قريب اللي بغى يساعدني مرحبا ولو بكلمه طيبه. انا ما غاديش نطلب عني شي حاجه اللي كبيره شي حاجه يعني قد الحال يعني اللهم تعالى يعيننا ويعين الاخواني واخواتي المكفوفات راه هما محتاجين ما شاء الله وصافي انت عارف السي الحاج الله يا ربي اللهم تعالى يوقفهم للخير اللهم تعالى يرزقهم العفاف والغنى عن الناس وتحياتي واحتراماتي السي الحاج وشكرا. شكرا لك شكرا لك السي فؤاد حفظك الله ورعاك واللهم تعالى يحفظ لك الوليد ويجيب لك الرزق الوفير والخير الكثير والبركه والتيسير اللهم امين يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحباب الكرام استقبال المزيد من المكالمات. اللحظة غنتحولوا إلى فاس. معنا السي السرغيني. السي الطيب لاباس عليك سيدي. حياك الله مولاي. صح لاباس. الله يطول عمرك أخويا. لا واش مبارك مسعودة عليك أنت وعلى الإذاعة ديال مير الراديو والحاج أحمد الشرعي وجميع المسلمين فيما كانوا داخل البلد او خارج البلد وعلى سيدنا والله ينصره ويوفق الله سبحانه وتعالى لجميع الاعمال الصالحه ويسر الامور ديالنا وديالكم جميعا. يا ربي يا كريم بارك الله فيك مولاي. اللهم امين يا الحاج. استاذ لا يعطيك الشر انا عندي واحد الجهاز صالح لجميع التداوي. Yeah. ما نقولش الاسم ديالو صالح لجميع التداوي يعني لجميع الامراض كيف ما بغات تكون الا اذا كان شي مرض خلقي. اييه. Yeah. كتسمعني كتسمعك اسيدي. يعني هاد الجهاز هذا كانوا غيشريوه للمحسنين الله يكثر خيرهم وخيرك وشراوه لي في سبيل الله وبغيت نردو انا في سبيل الله ما يعني واخا شي شويه شعل الفلوس انا بغيت ندير هاد الاعمال اللي سبيل في سبيل الله. الا بغى شي واحد مثلا بحال دابا هكا هاد الجهاز هذا يدخل عندي ديك شجره الهيله للمكفوفين. نعم. وغادي يلقى يعني يدير معاناه الصرغيني من فاس وغادي يلقى ذاك رقم التليفون ديالي تما ونتواصل انا وياه ونمدوا له في سبيل الله. انا كنشط على راسي ما خصني لا ريال لا جدرير غير يدعو معانا فقط. يا سي الصرغيني هذا الجهاز اللي كيداوي الامراض هو عباره عن ماذا؟ هو استاذ يعني فيه واحد الحجر ذاك الحجر هذاك الطبيعي ديال البركان من واحد البلاد من سميتها من كوريا الشماليه. اييه. و يعني وهذا الحجر هذا انا تنقول لك طبيعي وكانوا تيقولوا الناس في ذاك المركز هذاك بانه صالح لجميع الامراض وكاين الناس اللي فعلا تداووا. يعني هذا الجهاز واش هو بحال البراسلي بحال القلاده؟ لا هو عباره يعني هو ماكينه تخدم بالضوء. إيه؟ وكتحركوا بيديك هكا كيتوضع العمود الفقري. كيتسمى العلاج بالطاقه. هذا جهاز فيه مواد طبيعية كي في الطب الصيني والكوري. نعم نعم انت عرفتي يا استاذ. اي نعم. الوالده كان عندها السكر ربما كان عندها شي جوج الجرام هكا فازيد وبقات كتخدمو حتى وصلها السكر الجرام و14. نعم اياه. وكان عندها الصبع ديالها عوج السبابة اليمنى وسبحان الله تسرحات. نعم اياه. وانا كنوقع لي واحد المشكل يعني كنت غادي انا والمراه بسرعه باش نشدوا النوبه في ذاك المركز هذاك وتقصحت النظر ديالي هودت رجلي في واحد الخويه وتقصحت وسات حتى وليت ما كنقدش نحني في الصلاه. ومن عند بقيت كندير هذا العلاج هذا سبحان الله جاب ربي التيسير بغيت ولكن العوينات ما جابش الله سبحانه وتعالى. لا لا هو كيخفف الالم هو فيه مواد اللي هي طبيعيه كدير دي زوند كدير واحد الاشعاعات في العضو اللي هو مريض ارتدادات كيتسمى العلاج بالطاقه.
هذه الاجهزه هي كثيره كده في اوروبا، وفيها الطب الصيني والطب ديال كوريا ديال اسيا، كيختاروا بعض الحجار الكريمه كتكون في اعماق بعض الوديان وبعض الاظهار وغيرها، كتشوف واحد الطاقه ايجابيه زائد الطاقه الكهربائيه. عرفت هذاك كيستعملوا هذا العلاج، كيتسمى العلاج بالطاقه. دابا كاين مجموعه مراكز الدور ديالها هكذا. مزيان، شكرا لك، شكرا لك. يعني اللي بغى يتواصل معك، اللي بغى يتواصل معك وبغى ياخذ هذا الجهاز باش يستعمله لتخفيف الالم ديالو، انه يزور شجره امل المكفوفين ويكتب هلال المكفوفين، شجره الهلال المكفوفين، ويكتب معاناه السرغيدي من فاس. واستاذ بالنسبه لك احسن المحسنين اللي بغاو يتعاملوا معايا على ذاك المشكل هذا كيدخلوا اللي يعطيك السر. إيه؟ وعندي واحد السؤال الله يطول عمرك. بولا ايه؟ فبالنسبه مثل الحال بكاي اللي سمعنا من الحبيب صلى الله عليه وسلم، الطوبه لك، شنو كتعني هاد الطوبه؟ اللي كانت شجره الطوبه في اي، يعني هاد شجره الطوبه في اي جنه من الجنان الله يعطيك الصحه. اي نعم، الطوبه هي هنيئا لك، يعني نلت بالبشاره، نلت بالفوز، نلت بالربح، يا طوبه لك، يعني حياه طيبه نتمناها لك. هذه كلمه عند العرب تفيد بان الانسان ينتظر الخير والبشاره الى الامام. والله ملك الحمد وشكرا استاذ، الله يسرك الامور. الله يفرج عليك الامور يا مولاي، يا ربي يا كريم. واستاذ دعيم انا الله يعطيك السر، راني فواحد الحاله الله سبحانه وتعالى اللي عن بها، وماشي هذا الجهاز هذا يعني غادي نتبرع به لوجه الله بانني راه عندي واش قال هذاك، يعني انا استاذ ما عنديش وربي راه عالم، ويعني ادخلوا لديك القناه هذيك وتشوفوا شنو كاين. وتنهضر معكم بكل صراحه، ولهلا يخطيكم استاذ، الله يسركم الامور ديالكم جميعا. شكرا لك سي سرغيني، بارك الله فيك، الله يفرج عليك الهموم. وهذه مناسبه كنجدد النداء للساده المستمعين اللي كيبغيو يقدموا مساعده للاخوه اللي هم مكفوفين او معاقين. سي سرغيني هو في القناه تاع هلال المكفوفين، اللي بغى يتعرف عليه اكثر غادي يكتب في محرك البحث، غادي يكتب شجره الهلال للمكفوفين، وغادي يخرج ليه القناه اللي معنيه، وغادي يكتب معاناة السرغيني من فاس، معاناة السرغيني من فاس، وغادي يخرج ليه الفيديو ديالو، غادي يخرج ليه التليفون ديالو، وراه تما وضع مجموعة الوثائق. هو محتاج إلى المساعدة المادية، رغم أنه لا يريد لنفسه، بغي يخلص بها أشياء أخرى عائلية، وهو يحكي لكم المشكل ديالو العائلي ديال الطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عليه وعلى جميع المسلمين. وكنبغي نذكر بواحد القناة ثانية، هي قناة دور للمعاقين، قناة دور للمعاقين، هذه أيضا كنتمنى السادة المستمعين يزوروها، ديال السي محمد من الخميسات هو اللي كيسيرها. وكنقول للمعاقين اللي هما عندهم وضعية صعبة، اللي محتاجين للمساعدة بحال الكراسي المتحركة، بحال العكازات، بحال بعض الأشياء، أنهم يديروا الفيديوهات ديالهم ويشاركوا في قناة دور للمعاقين، ومن ثم ينسقوا مع المدير ديالها المسير اللي هو السي محمد من الخميسات. وانا ذاك الناس اللي كيبغوا يساعدوا هذه الفئه الثانيه من ابناء الشعب اللي عندهم المعاناه ويتالمون في صمت، يدخلوا القناه نور للمعاقين، وتما غادي يلقاو الاشخاص ويقدموا لهم المساعده الممكنه، اما عينيه واما ماديه واما على الاقل غير كلمه طيبه ومواساه، خصوصا في هذا العواشر، هذا العيد السعيد، ذكرى المولد النبوي الشريف. بغينا جميعا نتعاونوا، ندخلوا الفرحه والسرور على هاد الناس اللي هما في وضعيه صعبه. الله يجازيكم بالف خير. نتحول الى اقليم وجده، معنا السي الشريف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك. تحياتي لك استاذ كريبان، وتحيه لكل اخوان يعني الطاقم التقني المرافق لك في هذه الحصه المباشره، تحيه احترام وتقدير كل الاخوان، وشكرا بزاف استاذ كريبان على هذا البرنامج والله العلي العظيم. لكن كن ما نقدرش نقول لك، يعني ما نقدرش نعبر لك كيفاش كنكون داير، ولكن ملي كيشد لي هذا يعني يكون شد لي البرنامج ونسمع لك كيفوج عليا بزاف. الله يحفظك يا مولاي. عارف يعني والله الا كاين الخطرات اللي من بعد هذاك الشيء كتضيق بيا الدنيا،
وشكرا الاخ بزاف مستقبل المكالمات، وتحيتي لهذاك الاستاذ اللي كان يعني اتصل بك من فرنسا. نعم سي حسن بالمجدوب، تحيه للاخ يعني اخ مرشد اللي من يوسفيه، ونقول له الله يعاونك ان شاء الله على هذا يعني على هذا الخبزه، والله يخلي لك وليدك يا ربي. وتحيه واحترام وتقدير، ونرحموا على ذوك الناس بزاف اللي توفوا في هذا الزلزال، يعني هذا الكوارث الطبيعيه، ونتمنى ان شاء الله الأهل نتاعهم اللي بقاو يعني في الحياة الله يصبرهم عليهم يا رب. وهذا أستاذ كوريفان هذا يعني ربي أعطانا واحد الدرس، أعطاها الأمة العربية كاملة بالنسبة لهذا الشعب المغربي الطيب، الشعب الحلو اللي يعني بادر هذه المبادرة من كل بلاد يعني، يبين العالم العربي كامل. والله العلي العظيم أي واحد كنلقاه في السوق هكا، وأنا كل مدينة نمشي ليها كنشوف هاد الناس كتهضر شي هضرة مزيانة، كنفرح لهذا الشعب الحمد لله بزاف. والله ينصر سيدنا والله يشافيه إن شاء الله يا رب. ونتمنى منك أستاذ كوريفان الله يحفظك ويخلي لك والديك يا رب، الله يحفظك وليداتك يا ربي، تكون لك في الميزان المقبول هذا البرنامج هذا الطيب، واسمع للمسمى ان شاء الله. ونتمنى منك ما تنسانيش من الدعاء، راك عارف واش عندي اي عفو المشكل اللي عندك ابو لي الله يجمع الشمل ديالك والله يشافي لي وليداتي يا ربي، والوالده اكثر بزاف عزيزه عليا الوالده بزاف الله بامين. وتحياتي لكل هاد الاخوان المكفوفين الله يشافيهم ويعافيهم من عنده يا رب يا رب. الله يشافي لي واحد العميم اللي هو السي احمد عيان بزاف الله يشافيه يا رب. تحياتي لك بزاف استاذ كوريفان، ما تنسانيش في الدعاء الله يخليك يا ربي يا كريم. الدعاء الله يشافي لي الوالده ويخليها لي، الله يبارك لي في رزقي يا رب، ويخلي لي وليداتي، نتمنى ربي يجيب شي رحمه ان شاء الله يا رب يا رب. واش غادي نقولوا يعني، ما قدرتش كيفاش ندير نعبر لك، الله غالب ودي استاذ كوريفان يعني الله يفرج عليك اخويا الله يفرج عليك، نشد البرنامج يعني غير الله تعالى يوفقني وصافي يا رب. كنطلب ربي حتى يشد لي التليفون، نتمنى كاع من الاخوان اللي يسمعوني للمكفوفين ولا الاخوان اللي شاركوا في هذا البرنامج الطيب يدعوا معايا ان شاء الله يا رب يا ربي. الله يحفظك يا استاذ كوريفان، دير لي واحد الدعاء باش ربي يفرج عليه من هذا الهم صحتي مشات تعرف. لا اله الا الله خويا الله يفرج عليك. عرفتي شحال والله القسم اللي مشات مني شي 18 كيلو. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. والله غالب هالشي ما اي محنه فاتت عليا في حياتي من صغري، ملي كنت عندي 11 عام وانا مغامر، ولكن كل شيء واجهتهم وهذا الشيء جاني صعيب بزاف. لا اله الا الله، الله يفرج عليك. الوليدات عزيزين علي بزاف، اتمنى ان شاء الله يا ربي يوفقني للخير ويبدل لي هذه الساعه نتاع الهم شي حاجه اللي هي نفرح بها ان شاء الله كاع انا والاخوان يا ربي يا كريم. وهالاخوان المكفوفين الله يعاونهم يا ربي، يتفرج عليهم يا رب، واللي ماتوا كل شيء الله يرحمهم. اتمنى لك استاذ كوريفان هذه تكون في الميزان المقبول هذا البرنامج ان شاء الله يا رب، الله يحفظك لينا يا رب، وراك تفرج علينا بزاف. العفو اخويا، تحياتي ليك وتحيه كل احترام والتقدير. نشكر هذاك الاخ سامي الله يحفظه يا رب، يخليه وليدته ووالديه اللي كيستقبلنا دائما الراجل الصبار. تحيه بزاف الاخوان يا استاذ كوريفان، غادي نتبع البرنامج تدي لي شي دعاء اللي تفرج عليا بحال ديك النهار يا ربي يا اخويا. شكرا لك، اللي باش ربي يشافي لي لاله خديجه وحمزه يا ربي، الله يشافيهم لك يا ربي ويداويهم ويقرع عيونك بهم يا رحمن يا رحيم. اخونا السي الشريف من وجده عنده واحد المعاناه عائليه، انا تكلمت مع الناس ديالو وعندهم واحد وجهه نظر، ولكن المساله كلها عباره عن غير 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 عناد نفسي. الاخطاء احنا كلنا مخطئين، احنا بني البشر، منذ ان خلقنا الله تعالى بدانا حياتنا بخطيه. أبونا آدم عليه السلام بدأ حياته بخطيئة، وربنا تاب علينا من ذلك لما قال رب إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبونا آدم بدأ حياته بخطيئة مع أمنا حواء، ولما هبط إلى الأرض وبقوا تائهين والله عليهم غضبان، حتى وصل إلى جبل الرحمة اللي هو جبل عرفات، وهنالك دعوا الله تعالى، ألهمهم ربك سبحانه وتعالى هذا الدعاء، قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فربنا تقبل منهم التوبة وغفر وستر، وعاش آدم وحواء في هناء وصفاء، وخلفوا صبيانا وبنات، واستمرت البشرية. الدرس اللي كناخذوا من هذا هو عفى الله عما سلف، ما نحكروش على الاخطاء اللي كتوقع منا،
الزلات اللي كتجي فينا حنا كلنا مخطئين. وما دام فيك روح ايها الانسان انت معرض للخطا. وربك سبحانه وتعالى الخالق مدبر الكون سمى نفسه الستار، وسمى نفسه التواب، وسمى نفسه العفو. فلهذا كنتمنى من الزوجة ديال سي شريف اللي كانت كتسمع فينا، راه تكلمت معاك وعرفتك بانك امراه صالحه، امراه ذاكره، امراه محتجبه منقبه، وفيك واحد الايمان وفيك واحد اليقين، ولكن عندك واحد الكبرياء لانك تمسيتي في الكرامه ديالك. يعني بغيتك لأن الله يجازك بخير كنت كتسمعي فينا، وحنا في هذا المولد النبوي الشريف، هذا الذكرى العطره كيتجمعوا فيها الحباب، بغيتك تتصف بهذه الصفه، تخلقوا باخلاق الله. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تخلقوا باخلاق الله، وخير اخلاق الله الكرم. الكرم، والكرم على نوعين، هناك الكرم المادي وهناك الكرم المعنوي. الكرم المادي هو الانسان اللي عنده المال كيوسع على الاخرين بالعطاء، والكرم المعنوي هو الكلمه الطيبه، هو التسامح، هو التجاوز، هو العفو. فكنتمنى ان شاء الله تعالى السيدة كتسمع فينا الآن، إذا كنت تسمع كنطلب منك لالا وألتمس وأستعطف هذا الرجل، راه ما دارش حاجة يستحق عليها هذا الجزاء. رجل طيب ورجل مبارك ورجل متواضع ورجل متفهم ورجل كيحب التعايش، يعني غير إبليس كيدير لنا العناد والكبرياء. نحيدوا هذا العناد، نحيدوا هذا الكبرياء، ونجمعوا الشمل مع وليداتنا ومع العائلة ديالنا، والحياة قصيرة، من يدري احنا غير نجي اشياء عندها فابور. لو كنا نحن ذاك الزمن في وقع الزلزال ديال الحوز، لو وقع بديارنا لكنا الان تحت الانقاض، لكنا اموات. احنا هادشي اللي عندنا بغا فابور، هادشي اللي عندنا غا زيد، هاد العمر اللي كنعيشوه هذا غير هديه من عند الرحمن، ما نضيعوش. نقولوا عفى الله عما سلف، نمدوا يدينا الخير، نشربوا كاس ديال الحليب، ونبداو صفحه جديده. وسي الشريف اخويا الله يفرج عليك، الله يحفظ لك وليداتك ويشافيهم ويعافيهم ويقرب بهم العيون، الله يصلحك ويحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويكتب لك الله مكاتب الخير. وهذه مناسبه كنقول جميع الناس اللي عندهم ربما نزاعات عائليه، ربما خصامات، ربما التشنجات، كنقولوا عفى الله عما سلف. نبداو صفحه جديده مع ذكرى المولد النبوي الشريف. كذلك بغيت نقول انني توصلت بمكالمات كثيره خلال الايام، وبعض الناس كيلتمسوا اعطوني امانه قال لي بلغها، هي ان ندعو لهم بالشفاء. لالا امينه من فرنسا، النسيب ديالها اللي هو من اكادير، جا من اكادير في واحد الجنازات تلاقيت معاه، وكيطلب وكيزاوق كيقول لي ارجوك لالا امينه اختبراتو باللي تلقى مع هذه العائله وهي خدومه وبدا يدير الخير وكتساعدهم، ودابا الان اصيبت بالمرض الخبيث، مرض السرطان، والاطباء عجزوا، بغى واحد الدعوه ديال الخير لها بالشفاء، والناس كلهم يقولوا امين. فانا قلت لي واخا ان شاء الله غنبلغ هذه الرساله للناس، فاللهم يا ربي يا كريم لالا امين اللهم شافيها، اللهم عافيها، اللهم داويها، اللهم عالجها، اللهم ارزق الصحة والعافية وتمام العافية، اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم بحق قولك وإذا مرضت فهو يشفين، بدل هذا من خير من دمها، ولحم خير من لحمها، وجلد خير من جلدها، اللهم شافيها وعافيها وجميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب. كذلك هذا الاثنين صباحا كنت في المحكمه الابتدائيه شي صلح مع بعض الناس، حكم من اهلي وحكم من اهلها، وتلاقيت بواحد مجموعه ديال الازواج خصوصا النساء اللي واقفين على الطلاق، اعداد سوق البشريه كاع باغين يطلقوا، وشي وحده مساكن مظلومات، وشي دار رجال مظلومين ايضا تهم التمسوا مني، قالوا لي في الاذاعه ارجوك كل الناس يدعيوا معنا واحد الدعوه ديال الخير باش ربيت في الغضب. كاين نساء اللي مجرورات للطلاق، وكاين رجال مجرورين للنفقه، شي جارجي. نطلبوا الله تعالى للجميع ربيت في الغضب ويجمع الشمل ونتعايشوا بسلام، نتعايشوا بسلام، ما نديروش الحساب، نديروا الاحتساب، نتعاملوا مع الحياه ماشي بالحساب. دو لا لا، نتعاملوا بالاحتساب، حسبي الله ونعم الوكيل، وربي هو اللي غادي يجازيك ويعوضك على كل ما ضاع منك. نطلبوا الله تعالى اللي عنده شي غرض الله يقضيه ليه. وأحسن طريقة ديال قضاء الحوائج أيها الأحبة الكرام هي أن الإنسان في هذه المناسبة الطيبة المباركة، مناسبة المولد النبوي الشريف، يبدأ حياة جديدة.
يحاول بأبكد أنه يعبر على الفرحة، يعبر على السرور. وربنا قال لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحاول ما أمكن نصنعوا الفرحة. بغيناكم إن شاء الله تعالى من هذه اللحظة هذه، غدا غتشرق الشمس يوم جديد مع مولد نبوي شريف، بغينا إن شاء الله تعالى نصنعوا الفرحة. كل واحد منا كي غنديروا، أولا غنحيدوا من قلوبنا جميع الآثار ديال الحقد وديال الانتقام وديال التأثر. أكيد هذه مشاعر هي كتهجم علينا، لكن حنا غنطلب الله يمكننا نخرجوها منا، نصفيو القلوب ديالنا من أي حقد من أي انتقام، نقول الله يسامح، نديروها صدقة في سبيل الله. كاين اللي كيتصدق بالمال احسن من الصدقه بالمال، الصدقه بالعرض. كاع اللي اذاني واللي كان سبق ليه ظلمني واللي سبق لي انتهك عرضي غنقول الله يسامح في الدنيا والاخره. نحيد كتسمى التصفيه قبل التخليه او التخليه قبل التصفيه، نحيد كاع ما في قلوبنا نقول الله يسامح ونعتبرها صدقه في سبيل الله، وتكون من الماجورين، غتبعث يوم القيامه من المنفقين، غتبعث يوم القيامة من الكرماء. إلا فيك هذه الصفة تقول الله يسامح في الدنيا والآخرة. هذا بهذه الذكرى السعيدة، ذكرى المولد النبوي الشريف، كاع الناس اللي تخاصمت معهم واللي عندي معهم حسابات، إما العائلة وإما الجيران وإما زملاء العمل وإما غنقول الله يسامح في الدنيا والآخرة. بعد ذلك غنتقل للخطوة الثانية. شنو الخطوة الثانية؟ هي أنني غنمد يدي للخير، غنقول يا ربي وفقني أنا غنمد يدي للخير، اللي قدرت عليها نديرها، اللي قليلة أو كثيرة، نمد يدي للخير، دائما كنصافح الناس، ديما كنقدم المساعدة دائما، ثم بعد ذلك غنكون دائما مبتسم، دائما مبتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كن مبتسما. مرة شوف راسك في المراية، إذا بالك بأنك عندك تجاعيد بين حاجبيك، قل لا يليق، ابتسم. خلي الابتسامة الطيبة باش تشرح بها القلوب. غدا إن شاء الله تعالى نزوروا العائلة، نمشيو لعندهم، وطبعا كيقول لك الله يرحم من جوجب، كنزوروهم وكندوا بعدا شوية الحلويات وشوية ديال المأكولات وندقوا عليهم الباب، كيفرحوا وحتى نستعدوا نفوسنا حتى هما يجيو لعندنا ونستقبلوا الضيوف، نستقبلوهم ونكرموهم على قدر ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما ننسوش غدا ان شاء الله يكون عندنا واحد الصريف، واحد كتسمى هدية السرور للاطفال، الاطفال الصغار اللي هما كيحبوا التضويره في هذا النهار، كيحبوا ديك الاكراميات، كتسمى هدية السرور. كذلك الخادمات والناس البسطاء واللي هما عندهم اعمال بسيطه، هاد الناس مثلا حراس السيارات، حراس العمارات، الياغديه وغيرهم، دائما يكون في جيبنا واحد البركه ديال المال، نعطيهم واحد شوي اللي قدرنا عليه، يعني كل واحد والقدر اللي عطاه الله تعالى قليل او كثير. هذه كتسمى هدية السرور، هذه كتخليك فرحان، هذه كتكسب بها الفرحه، كتكسب بها السرور، كتخلي الهرمون ديال السعاده ينمو عندك، كلما اعطيت ربك رزقك نشاط في الهرمون ديال السعاده. وغنتخلصوا من حقيبه الاحزان والهموم اللي هزنا بعد ديما، هزنا بعد حقيبه الاحزان في قلوبنا وصدورنا، تخلصوا منها، نرميه في اعماق البحر ونعيش ما تبقى لنا من أعمارنا مهما طالت هي قصيرة، نعيش ما تبقى من أعمارنا في طاعة الله، ونعيشها في حب الله، ونعيشها في الإحسان إلى الناس، ونعيشها في التسامح، ونعيشها في الخير. واللي شعر بالعجز، واللي شعر بالمرض، واللي شعر بالفقر، واللي شعر بالتعب، ما عليه إلا يردد واحد الذكر، واحد الذكر هو مفتاح الفرج، اللي هو الله تعالى من أسمائه العزيز ذو الجلال والإكرام، العزيز ذو الجلال والإكرام. الصلحاء في مثل هذه المناسبات كيجتمعوا كيذكروا الله تعالى وكيخاطبوه بالعزيز ذو الجلال، العزيز ذو الجلال، والله تعالى كيفتح الأبواب المغلقة، وربي عز وجل يفيض بالأرزاق على العباد، والله تعالى كيعطي الأمان والسلام للجميع، وكتكون السعادة والهناء في الدنيا وفي الآخرة. فلننشد جميعا ولنغني جميعا ولنمدح جميعا ولنجي ربنا عز وجل ولنقول ذو العزيز والجلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.